ديزاين بان ذا ديزاين بان يعني سلسلة حلقات هتبتدي من هنا من مجرة، وهتبقى جزء من اكتيفيتيز كثيرة هتحصل ريليتد للديزاين اندستري. هيبقى في توكس، ورك شوبس، بانل ديسكشنز، ويبينارز، بودكاستنج. زي ما قلنا في اللونش بتاع الفكره نفسها، ان هيبقى في مساحه لكل حد في الديزاين سين ان هو عايز يفكر او يعمل حاجه او يشارك بحاجه بالاندستري. ازاي نبقى اتراكتيف لكل التالنتس ان هم يجوا ويقعد، ازاي نقدر نجيب الاكسبرتيز في الديفرنت فيلدز ان هم يجوا يشاركونا في خبراتهم، زي ما بنعمل النهارده، يتكلموا عن اللي مروا بيه، وبالتالي يفيدوا الجنريشنز المختلفه، بروفيشنالز، الناس الصغيره اللي لسه طالعه وبتفكر هي تعمل ايه، يحكوا لنا عن القصص بتاعتهم، ايه اللي عدوا بيه. فالحلقات دي هتبقى مختلفه، مره ممكن نتكلم عن ريل استيت، مره ممكن نتكلم عن الريتيل، عن الكوميرشال، عن حاجات مختلفه. فان شاء الله تبقى كلها حاجات لذيذه وانترستنج لينا. انا حابب اول حاجه اعرفكم بنفسي. انا المهندس كريم العفان، هيد اوف ديزاين وفاوندر اوف سيجمنتس اركيتكتس، كوفاوندر في شركه اسمها ماك، كمان لسه عاملها مع مهندسه كبيره منى حسين والمهندسه حاره حسين، هتبقى بيزك السعوديه. الحقيقه يعني جات لي فرصه في بدايه حياتي ان انا اشتغل في شركه بالم ميلز مع المهندس شاب مازر، ودي كانت فرصه قويه جدا، ويمكن ده بدايه احتكاكي بحته ريل استيت، وابتديت افهم شويه الداينامكس بتاعت ريل استيت. وطبعا انا شغال في الديزاين، كنت بشتغل في الحته بتاعت الكونسبت في الاول، او الاول بروجي زي ما احنا بنقول. والحقيقه وجودي في المكان ده اداني فرصه ان انا اتعرف على ناس كتير جدا ذو قيمه في حياتي واضافوا ليا في الحته دي. مجموعه منهم موجوده النهارده، ويعني بتشرف قوي بفضولهم. وكمان من ضمن الفضول بقى جيرفي النهارده، عمرو يعتبر عمرو القاضي واحد من الناس اللي انا يعني كان بيا شرف ان اتعرف عليه واحتك بيه واشتغل معاه في الوقت ده. احب بقى ارحب بضيوفنا النهارده او بيوسي. والحقيقه اللذيذ في الموضوع ان يعني انا بتربطني علاقه شخصيه بكل حد فيهم، ودي حاجه انا اعتز بيها. كمان كان لينا برضو احنا كسيجمنت فرصه ان احنا نتعامل مع شركاتهم المقاره في مشاريع لذيذه جدا، مشاريع شيقه قوي، وكانت فرصه كويسه قوي لينا ان احنا نفهم السوق بتاع ريل استيت ونقدم حاجه يعني تكون كويسه ومختلفه. احب اقدم الاول المهندس ابراهيم النسيري، سي او شركه ابو سوما ديفلوبمنتس، المهندس عمرو القاضي، founder and managing director of ADK Advisory، وكمان board member في Egypt Real Estate Export Council، المهندس محمد طاهر، CEO Saudi Egyptian Developers. طيب انا هستأذنكم كده يعني هدي المايك لكل حد فيكم يعني في خلال دقيقتين من دقيقه ثلاثه يعني يحكي لنا كده عن مسيرته في التطوير العقاري. انا اسمي عمرو قاضين، بدأت ريل استيت من حوالي أكثر من 20 سنة في شركة اسمها ساتيف بروبرتي سيرفيسز، and then moved to Palm Hills، وبعدين أعمار مكسيم، يعني مجموعة من الشركات كتيرة في الريل استيت، وكنت الفاوندينج سي او في الآخر سيتي اتش ديفلوبمنتس، and then vice chairman بريك جدا في تي ام جي جروب، and then I started my own advisory والريل استيت كونسلتنسي اللي بعناها دلوقتي. ده بريفلي ومش مهندس، مش فاهمين في مجموعه مهندسين رهيبه يعني موجوده احتياط. بس ثانك. انا اسمي محمد الطاير، سربرايزي انا مهندس كهرباء اصلا مش اركتكت. دخلت الريل استيت من I moved into finance and investment، و I made my MBA and CFA in investment and finance، ودخلت اي جوينت اعمار في الاول من اول 2006. وطبعا مهندس انا من اعز الاصدقاء اللي ابتدينا مع بعض المسيره في العماره، او يعني اتقابلنا في العماره في الوقت ده،
و I moved up the ladder بقى I joined بعد كده City Stars I joined Qatar Diyar وكان ليا فرصة جميلة ان انا I move يعني I shifted gears ناحية artistic شوية رحت مسكت CEO للإسماعيلية Real Estate طبعا انا اكيد في ناس كتير منكم عارفينها بنطور عمارات وسط البلد I joined قعدت CEO هناك 3 سنين ونص ف بقيت بقى more into the architecture style يعني دخلت بقى في الحته دي غصب عني بكيفي بس يعني I got the chance ان انا to get exposed للجانب الجميل ده من القاهره و then I joined السعوديه المصريه كان ساعتها اسمها سيكون في 2019 و it was a challenging opportunity ان احنا نعمل revamp و restructuring لشركه عندها potential وفيها potential جامد قوي ليها history جامد قوي ازاي نقدر نخليها one of the يعني I think الحمد لله النهارده واحده من احسن real estate developers في مصر in terms of numbers in terms of team بس ف ده briefly يعني اللي انا عديت بيه في real estate وام هابي النهارده ان احنا I join الناس كلها النهارده اللي موجودين I see familiar faces فدي حاجه جميله جدا و I'm eager يعني to start the discussion دي طبعا مش عارفين هو يسألنا في ايه هتبقى surprises بس يعني هنعرف انا اسمي ابراهيم مسيري انا مهندس مدني فبقالي في ال industry دلوقتي around 30 years قعدت في ال engineering side of things لحد 2008 وبعدين دخلت ال real estate في 2008 مع دبي وورلد بس it was the wrong time June in a world September world financial crisis فكانت بداية موفقة جدا the real estate I lost my job and then I moved into شركة مدينة نصر اسكندر تعمير فكان ال acquisition بتاعها كان بيحصل في الفترة دي وقعدت معاهم دي بقى كانت بداية يعني privatization بتاع مدينة نصر قعدت 4 years وبعدين بعد كده جيت سوما باي من 2012 كنت ماسك الديفلوبمنت وبعدين سبتهم لمدة سنة رحت اشتغلت في اكسبو 2020 وبعدين رجعت 2014 مسكت الشركة لحد الوقت فذات سورت اوف ماي جيرني مش حافظ طبعا الهيستوري انا عارفكم كويس قوي بس طبعا كان مهم ان انا اسمع الانتروداكشن دي وبرضو يعني من الحق انا فعلا هم ما يعرفوش اي حاجه عن الاسئله خالص فكل القطب دي كلها حقيقيه يعني طيب هبتدي معاكم يعني بسؤال لي انتوا التلاته انا هسال سؤال لحب واللي عنده تعقيب او اضافه هيقولها بس انا هوجه سؤال دايما لحب بس السؤال الاولاني ده سؤال كده لذيذ وخفيف كده هنعدي على عليكم كلكم ايه الطابع المعماري القريب لقلبك وعينك والله انا ما اعتقدش ان اقدر اقول ان في طابع معين يعني هي هو لو طابع الحاجه معموله حلوه فهحبها whether it's classic ولا it's modern ولا whatever يعني ما عنديش حاجة specific هي مشكلة ان ساعات بيبقى يعني حاجة مش حلوة ف لكن على العكس ده لسه كنا بنتكلم مع احمد سلطان النهارده لما ايام ما ابتدت الجونة برامي الدهان وحسن فتحي ده حلو جدا لما بيتعمل فحص لو بصيت على دلوقتي الموضة انا فاكر من حوالي 15 سنة كده لما ابتدت الناس تعمل البيوت اللي شكلها مودرن المربعات والمكعبات اللي بنعملها دلوقتي وقتها الناس كانت مخضوضة هي دلوقتي it's happening وابتدى يبقى في تطور ليها لكن زمان برضو كان في مرحلة كده تلاقي كان كل الناس بتحب البيوت اللي بسلانتينج روفز كده والهاسيانداز وكانت حلوة كان في فهي كل حاجة فيها جمالها يعني that works as an answer. واعتقد كمان ان جيت للمكان I think the integration بتاع الديزاين مع المكان يعني the first home ولا second home هو في مكانه
اعتقد برضو ده بيفرق جامد مع حب الحاجه للديزاين حسب هي بتنتجريت ازاي مع الانفايرمنت اللي حواليك. يعني اكمل على جورو عمر متقال الطابع المعماري لما بيتربط باللوكيشن بيزي احساسك بيه فيلم. طبعا اختلف كبير ما بين انت بيبقى شكله عاجبك وانت عايز تعيش فيه ولا لا. يعني ممكن تروح مكان مثلا في اسكندريفيين هتلاقي بيوت شكلها حلو قوي بس وضع تشوف فريم حاجه زي كده لا هي ماشيه مع الماتشنج الوزر والسيركمستانس. بالنسبه لي انا لو انت بتسالني انا احب ايه، لا احب مثلا فرانك لويد، احب الار ديكو بس بحب الوسطيه. يعني ساعات بيبقى فيه اكستريم قوي في ار ديكو، يعني اللي بيحب ايه مش يعني بيرجعني لغايه الخمسينات والستينات بيرهقني قوي. يعني لازم نوظف برضو المودرن لايف ستايل اللي احنا عايشينه في حاجه زي كده، بس انا بحب الفطوط دي. يعني دي مشكله بتقابلها يعني. بس يعني جيفن ان فرانك لويد ده طبعا من الحاجات اللي انا بحس ان انا برضو يمكن عشان انا المهندس مش اركتكت بحس ان هو افيشنت من جوه. يعني هو افيشنت جدا من جوه، بتحس ان السبيس متقسمه كويس فبيديك سبيس مريح جوه. ايه تقييمك لدور التصميم مع بدايه اي مشروع؟ وهل ده مرتبط بالمستهلك او الكلاينت او الكاستم؟ بص انا يعني اعتقد الديزاين از ذا كي مين درايفر في الاول. يعني احنا هديك سبيسيفيك اكزامبل سوما. احنا رايحين البحر الاحمر دومينيتد جونا، حسن فتحي ستايل دومز اند فولت. اكيد مش هعمل دومز اند فولت يعني. ليه؟ لان الموضوع مرتبط، مش ان انا ما بحبهاش، هي مرتبط ومايكل جريفز. هي مساله ان انت لما بتيجي تعمل مشروع جديد الايدنتيتي از امبورتنت. احنا فين في الزحام؟ فانا عشان اقول انا عندي ايدنتيتي مختلفه لازم اجي وامبوز الايدنتيتي، which is ده اللي احنا عملناه. جينا واشتغلنا وقتها مع حسن ابو سعده ورائد فهمي and we came باللاينز المختلفه بتاعتنا which was different. فبالتالي لان انا شايف بالذات انت مش بتتكلم على كومباوند، انت بتتكلم على ديستنيشن. فده كان اول حاجه بنتكلم فيها اللي هو انت الناس لما تشوف الايمج بتاع المكان يقدر يقول ان الصوره دي في الحته دي. فدي مهمه قوي للايدنتيتي. ناو بعد كده بقى حتى ما انت وانت بتعمل التصميم هتربطها باليوسز والاحتياجات بتاعت، يعني طالما انت فاهم مين التارجت جروب بتاعك واحتياجاته والكلام ده كله ف you can accommodate it. بس في الاول هي انت بتحاول تقول شخصيه المشروع ايه، فبالتالي ديزاين imposing. يعني ساعات هي في التشالنج حسب طبعا السكيل بتاع المشروع. يعني في مشروع السكيل بتاعه كبير قوي كان accommodate different styles، وفي مشروع بيبقى صغير ما يكنط دو يعني سمك يوم تمرين دي بقى لازم تاخد يعني one style وتمشي عليه. برضو في فرق بين انت بتحب ايه والكلاينتس عايزين ايه. انت لازم برضو تبقى عندك البروفيشنال لوك ان انت انا بحب ايه، احب يعني I don't impose اللي انا what I like and dislike على what the clients like and dislike، لان العوام ممكن يكون عندهم مع كل احترام ليهم مش قصدي حاجه بس يعني العامه بيبقى عندهم راحه مثلا في ستايل معين خلاص. يعني don't try to push the crowd في اتجاه معاكس. بس one of the things that you need to respect برضو دي حاجة مهمة احنا كنا قابلناها في كذا حاجة، ان انت you need to respect the culture of the location. يعني بمعنى ان انت ما تاخدش اللي انت بتعمله في التجمع وتعمله في زايد. هشوف اصبح زايد culture واصبح للتجمع culture، اصبح الاسكندرية culture والقاهرة culture. ما تروحش تقول انا عالم ناس بتوع اسكندريه بقى يسكنوا في ايه، لا اسكندريه بقى من 7000 سنه زي ما انت مالك 7000 سنه. يو نيد تو ريسبكت الحته دي وتشوف هما وات كايند اوف ستايل زي لاف. يعني ممكن يكون هما مثلا بيحبوا البالكونز الكبيره او ما بيحبوهاش. يو دونت تراي تو امبوز حاجه عليهم. يو نيد تو اندرستاند الحته دي ايفن جوه مصر. يعني احنا اوريدي وي هاف اوريجن واي اوف thinking for كل destination. يعني
يعني الأوبا مثلا وحسن فتحي في الحته دي جميله جدا لما تعملها مثلا فعلا في الغردقه، لان في جو حر مثلا وفي سيركيليشن من الهواء تفيدك، بس ما تروحش تعملها في القاهره الجديده مش هتفيه بقى، يعني هتبقى شكلها غريب جدا. تنزل اسوان تقدر تعملها، فيو نيد تو ريسبكت ايفن مصر اصبحت جواها ديستنيشن، يو نيد تو ريسبكت او تحطها في حسابك الحته دي. بس ده انا عايز اضيفه، بيستحق ان انا مش بتفق مش متفق. انا شايف ان العميل مش عارف هو عايز ايه، بدليل ان احنا بنعك بقالنا 40 سنه، فاحنا علينا وظيفه ان احنا نفهمه غلط. يعني انا اكستريمست في هذا الموضوع، وعلى العكس النتيجه ان في اخر 20 سنه احنا غيرنا السوق، كل الاندستري اتغير. الناس ما كانتش بتحب الستايلز اللي احنا بنحطها دي، كانت بروبلي مسخ صح مودرن اللي بقى منتشر، يعني كانوا بيتريقوا عليها يعني. لكن على العكس انا ثينك ان احنا لازم تتشالنج، واللقطه بتاعت الاركتكتشر في الاول there is a statement now I think ان لا you have a role، لان غير كده الاركتكتشر في مصر يعني لفتره طويله قوي اكتر حاجه بتحبطني ان هو كان ممل ملوش اي لازمه. يعني كنت بسمي الكونستراكشن بتاعنا كله سيلي كونستراكشن، عارف ان هو علبه ومخرمه واحنا وير اكوموديتنج. لا احنا تعالى بقى انسى حمامك، يعني لو الاركتكتشر والتايبولوجي بتاعت مصر كانت حلوه، طب ما امشي على الدائري كده واتفرج على منظر الاركتكتشر. يعني في بلاد تروح تشوف عشوائياتها تلاقيها حلوه، احنا عشوائياتنا مش حلوه صح. فبالتالي الاركتكتشر ماتت من مصر مثلا في حدود الستينات او السبعينات. يعني انا ما كنتش حابب بس ان ابراهيم فتح القصه دي. اول حاجه انا اعتقد فعلا ان هو الكلاينتس في مصر مش عارفين قوي هم عايزين. يعني it depends، انت لو عملت ديزاين كرييتيف وجديد هتقدر هيتقبلوه. انت بتبريزنتو ازاي وبتبريزنتو ازاي وبتقنعهم بيه ازاي، او يعني بتعرضوا ازاي علينهم. I think that's it. فالناس بتتقبل برضو حاجات مختلفة، depends انت عملتها ازاي وبريزنتد ازاي وكلمت عليها ازاي. فا it's I think it's your duty. بقى مش مهندس، it's your duty انك انت تحط حاجات جمالية فعلا جديدة خطوة بخطوة وترفعه الذوق والناس هتتقبله. ده رأيي. طيب سؤالي للطب ده، رأيك ان حاجة كويسة ان المطور العقاري يبقى مرتبط بطابع معماري او نسق معماري محفوظ، بحيث ان احنا مثلا ساعات بنيجي نشوف اركيتكتشر نقول ده بتاع كذا او ده كذا، ده اكيد ده المطور العقاري. او مثلا اثر، انا لو شفت اركيتكتشر بتاع شركه ما هنا لو رحت دبي هحس ان في حاجه مشتركه. او حاجه اخرى ان انت بتحافظ على الايدنتيتي دي بالبراند بيرسونا او بالماركتنج كوميونيكيشن او بالوي فايندينج وات ايفر، الا انا مجرد عنايه بتحفظه فبقدر افهم الشركه دي او اقدر اعرف ان المطور العقاري ده. وانا شخصيا بشوف ده في دبي مثلا، يعني على مستوى مطورين عقاريين كبار غير ما بيحصلش كتير وممكن يحصل بصوره مزيه، بس anyway هي حاجه بتحصل. مش موافق ان انا يبقى زي المطور العقاري بصمه، وانا سبت لي الاركتكت. الاركتكت هو المفروض يبقى ليه مين؟ يعني شوف الاركتكت، شوف الشغل، شوف ده تقول ده بتاع اكس او بتاع واي. I believe this is your given by nature. زي ما نقول مايكل جريف معروف، تشوف ده مايكل جريف، تشوف ده زي حديد، بتشوف ده whatever. بس لما بتيجي للمطور I think انها بتبقى more of pragmatic استسهال. يعني خلاص احنا بقينا عارفين الستايل ده وعارفين وبقى مرتبط بينا، ويرول ات اوفر في مشاريع كتير. وفي مطورين كتير في مصر بيتبعوا هذا الاتجاه، فاصبح باي ديفولت انت بقيت رابط
الشكل ده بالمتوسط جينيريك شويه، فبتمشي ايست ويست ساحلي كده ماشيه. بس وان كانت في رياليتي ايه، عشان احنا خلاص بقينا عارفين هنعملها ازاي والكوست بتاعها، واو كان رول يعني رول اوت بتاعها سريع. بس اي ثينك ان الاحسن ان انت يبقى عندك لكل ديستنيشن، ارجع اقعد اقول نفسك يعني كان ينيد تو بكتاب يتو الديزاين ده يرد على اللوكيشن وعلى النيد على الديستنيشن اللي هو فيه ده. ما ينفعش يبقى انا خلاص هنزل الاسطمبه دي وتبقى الناس ماشيه عارفه ان ده يعني this is the easy way of doing business، انا خلاص انا عامل الموضوع ده وكده and it makes more money. yes definitely. الحاجه اللي المفروض الديفلوبر يبقى مهتم بيها اكتر هي اللايف ستايل بقى، اسفتس بقى ان هو انت عارف ان انت كده كده لما تدخل عند عماره او عند ماونت فيو عند سوليد زي ذا سيرتن ليفل اوف اكسبيرينس، هو ده اللي انت بتدور عليه. قاعد في ايه بقى شكل البيت ده، I think it should be in that for the destination as architects اللي واخد الشغلانة يعني. لا اجري طبعا بالنسبة للديفلوبر is the experience يعني. اجري مع النظام بيقولوا it's the experience لكن ده حتى انا ما اعتقدش المفروض ان لو ديزاينر هيديزاين نفس الحاجة يعني. I think no لازم يبقى creative ويبقى فيه innovative ويغير، لكن كديفلوبر اي ثينك ات ذا اكسبيرينس يعني. انا يعني متابعتي الشخصيه لكبار المطورين العقاريين في مصر بشوف انهم بيفضلوا دايما في المرحله دي بالذات في الميجا بروجكتس انهم يستعينوا بالمصمم الاجنبي. يعني معظمهم عارف ممكن بعض منكم ما اتفقش معايا بس يعني ده بيحصل في اسئله كتير. وسؤالي أنا لو أنتم متفقين معايا ده بيرجع أن لقلة الثقة في المصمم المصري، ولا مفيش كفاءات كثيرة تقدر تعمل ده، ولا بيبقى احتياج المشروع للأثيني دي في عملية البيع أو التسويق أو يعني حابب أعرف منك اللي بيقدر أعرف. أنا I think إن برضو في هي depends على أنت عايز تعمل إيه، لكن هو في already مصريين كتير بس كونسلتنت مصريين كتير كويسين في الماستر بلانينج يعني. ستيتمنت ان ما فيش حد يعني اعتقد مش صحيحه قوي. انا مثلا كان لينا تعامل مع يعني هدي مثلا بسيط مثلا العاصمه الاداريه الجديده يعني اوريدي استشاريين مصريين الكونسورتيوم المصري هو اللي عامل العاصمه الاداريه وحوالي اكتر من 170 الف فدان تقريبا حاجه زي كده صح؟ كانوا خمس مكاتب مصريين. العاملين الجديدة مثلا وده برضو مشروع قومي تاني معمولة برضو من كونسلتنت مصري شارك عن سبسيين من اوتش بس يعني من دكتورة سهرين عاملة الماستر بلانر بتاع العاملين الجديد، ودي برضو اكبر مشروع من اكبر مشروعين موجودين. فحتى اللي بقى الكونسلتنت الاجانب اللي موجودين عملوا حاجات اكبر، ما عملوش حاجات بالحجم ده بس هي تورث مور كوميرشل بقى ترنايك مش بلس ان هم الحقيقه هم طبعا عندهم نو هاو وعندهم اكسبيرينس وعندهم برودكت طبعا سبيرير يعني عندهم برودكت حلو جدا هو بيساعدك. الستبس اللي بعد كده بنعملها في مصر بقى انت عارف يعني اول ما نخلص بس الفيز الاولانيه دي كل وقت تعمل على كونسلتنت بقى دوك يعني. وانا اختلف ما شفتش ماستر بلانس في مصر زي انت ماشي. ممكن اشوف اركتكس ان تيرمز اوف ديزاين بس في الماستر بلانينج لا لازال هم زي هاف ماتش مور اكسبيرينس اكسبوزر و وحلول احسن. يمكن مشكله عندهم في الكود ودي حاجه بتتحل باللوكال كونسلتنت. بس بصراحه الانترناشونال كونسلتنتس وان كانت في ماستر بلانينج يعني ما فيش اس جي يعني ما ضرر هندسه ما يعني. وخلينا نتكلم بقى ما احنا بنزيها بقى يعني انا بكلمك كلهم على عيني وعلى راسي. بس وان كانز تو حاجه ليها علاقه ب الليفابيلتي بتاعت البروجكت ده والناس تتحرك جواه ازاي وايه الاكسبيرينس وشكل الحاجه دي ايه يعني. انا وي كان اول سي يا جماعه برضو مع ممكن نحب او نكره او متعجبه تعجبناش مثلا مشاريع اعمار بس في توزيع الناشرز كونسلتنس. فمثلا تشوف الاكسبيرينس بتاعت الجيت وانت داخل يعني كان في شويه حاجات كده صغيره. الجيت دايما بتاعت مراسي مثلا تلاقيها
فيها كده ستيجين كده وانت داخل يعني فيها اختلاف. هي كان let go some units في النص عشان يخلق open spaces في maximize ال experience بتاعتك وإحساسك بالوسع المكان. فالحاجات دي هما زي نوب. هي في تطور بيحصل تمام. في الأول ما كانش عندك أي حاجة يعني. خدينا يعني لو بنتكلم في الناينتيز ما كانش فيه. والماستر بلانينج بتاعنا في مصر كان اخره ايه؟ الحاجات اللي بتشوفها في الساحل الشمالي. لكن كان برضو يعني انا بالنسبه لي يمكن اكتر حاجه كانت ديسابوينتنج في الماستر بلانينج القاهره الجديده. يعني معظم الناس ما تعرفش القاهره الجديده الماستر بلان بتاعه زهره اللوتس. فلما احنا نيجي نعمل مدينه التصميم بتاع اللي هو 90 الشمالي والجنوبي زهرة اللوتس، فبالتالي كل حاجة في مدينة القاهرة الجديدة مش شغالة، وبالتالي تحولت إلى كباري ويعني كل الريليشنشيبس بايظة. That's poor master planning صح؟ هي اتعملت علشان واحد رسم. النهاردة خش على 90 من الـ NA مأساة يعني، it's a disaster صح؟ ومونوريل فوق والكوبري بقى ثلاث ادوار واحفر النفق واردم النفق خلاص. There is no master plan. دي كانت بالنسبة لي that's a master plan بتاع. انا بصراحة ما شفتش لسه master plan بتاع العاصمة. It's good يعني. فانا مش ضد ان هو حصل ان master plans الجديدة حصل تطرير. هل في Egyptian designers اخدوا experience؟ ممكن. انا لسه ما شفتش. ما ادري معاك فيها ان هو انت المدينة بتعملها فعلا بتخدم ايه يعني. and this is a breeze بقى. ما اكيد مشكلة انت اكيد ماستر بلانر يعني. على فكرة التجمع الخامس اللي عملها مش مصريين. اللوتس دي معقولة تقريبا توز فرنش يعني لو انا مش دف. هو ايه البريف؟ لا انت سبته يخدم ولا اديته بريف؟ ما يعني العلاقة ما بين اي الاثنين دي لازم تبقى محددة بشكل يعني. انا دايما بقول للناس عندي في الشركه عندهم بقول لهم ايه؟ بقول لهم ما تروحش تجيب حد اقوى منك. يعني اديكم مثال برضو كده عشان انا بحب ادي امثله. انا بعتبر ان الاركتكت والبرودكت مانجر والكونتراكتور والبي ام الناس اللي هي التيك هولدرز بتاع المعامل دول بقول لهم ده انا عامل بالظبط كده زي ما انا بروح اركب حسن. انا ما بعرفش اركب حسن. هو اللي معاه القفون بيعرف ان انا ما بعرفش اسوق. هو اللي يسوق. فالنهارده مثلا فعلا حاجه زي التجمع الخامس ولا حاجه زي الشيل زي انت عشان ابنك يعدي الناحيه الثانيه ياخد اوبر احسن. فانت لما تيجي بره مثلا تلاقي الناس ايه يعني امريكا مثلا لما اوبتوز بلاند امريكا على اساس ايه مثلا هاي ويز لان احنا عندنا صناعه العربيات كبيره فاحنا عايزين ننشط صناعه العربيات فاحنا مش هنهتم ب ال الببليك ترانسبورتيشن قوي. هنعمل بايب هاي ويز رودز والعربيات هي دي ان احنا عايزين ننميها. فالأولوية إيه في البريف؟ هي دي الفكرة. What are you briefing designer عليه؟ إيه الأولوية؟ إن التمشية بتاعت الناس جوه. طبعاً لما تتكلم على سكيل بروجكت غير لما تتكلم على سكيل مدينة زي قصة تانية هون. يعني مثلاً من أفضل المشاكل اللي اتعملت بيها التجمع الخامس مثلاً إن هو فكر فيها إنها بريف. وزي إن هو عمل إيه؟ لما كل قالك دي المنطقة بتاعت المستشفيات. يا عم انت حما جمعت كل المستشفيات كل العيادات دي في حته ما احنا يعني انا النهارده عشان قاعد في ميفيدا عشان يجي لي ازمه اروح عبر 12 كيلو واي ان ريل لايف بقى انت بتتكلم في سكيل مدينه زي دي. لا انت المفروض كنت توزع العيادات والمستشفيات. انت بتنزل كده عند منطقه الجو دي عندك 10 مباني طبي مش عارفين يركن ودي بقت خلاص التنتا. فدي مشكله برضو اوف البريف وير هاو كان يو جيت ايه اهم حاجه. انا بس عايز برضو اضيف عنصر تاني للكلام ده كله مش عايز اقول بقى كلمه التطور ولا ايه اللي بيحصل بعد الماستر بلان بغض النظر بقى هي الكواليتي بتاعتها شكلها ايه من ناحيه ان اليوسج بيتغير. دي كانت عمارات سكنيه بقت مكاتب. دي كانت حرم الطريق بقى ريتيل. دي وهكذا. فالحاجات العشوائيات فطبعا ده برضو بغض النظر عن النامل بتاع الكواليتي بتاعت الماستر بلان. لكن احنا طبعا حتى لو هي كويسة اعتقد ان احنا بنعمله ده تشالنج كبير قوي لأي ماستر بلان انها تنجح.